بكم وهذه المتابعة لأهم أحداث مصر والعالم من استوديو الآن. ونبدأ بالسودان، حيث قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، وهذا لتهيئة ما وصف بالمناخ الملائم لإكمال الاتفاق حول المرحلة الانتقالية. كشف رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان له تابعه موفد اكسترا نيوز للعاصمة الخرطوم الزميل أحمد عبد الرازق، وقال عن تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الاعتصام بالخرطوم لاستهداف القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمواطنين. أعربت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان عن أسفها الشديد لقرار المجلس العسكري الانتقالي لتعليق التفاوض معها ل 72 ساعة، واعتبرت أن القرار لا يستوعب التطورات التي تمت داخل ملف التفاوض. أكدت القوى في بيان استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، مطالبة في ذات الوقت بإجراء تحقيقات عاجلة حول الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام يوم الاثنين الماضي. قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان إن تعليق المجلس العسكري الانتقالي لعملية التفاوض مع المحتجين القرار المؤسف الحقيقي، فقد تعهد التحالف بمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكافة ميادين الاعتصام داخل البلاد. كان رئيس المجلس الفريق ركن عبد الفتاح البرهان أعلن في بيان تلفزيوني تعليق المحادثات بعد أن اتهم المحتجين بخرق اتفاق بشأن وقف التصعيد. كان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائج النهائية للمحادثات والتوقيع عليها بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية تبلغ مدتها 3 سنوات. عقد الطرفان خلال الأيام الماضية مباحثات لبحث إجراءات الانتقال السياسي داخل البلاد. للمزيد من المتابعة والفهم حول التطورات في الملف السوداني نذهب الآن للزميل أحمد عبد الرازق موفد إكسترا نيوز بالعاصمة السودانية الخرطوم. أحمد، تابعنا معك منذ الخبر الأول الخاص بقرار المجلس العسكري الانتقالي في السودان بوقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة. تابعنا معك كيف يتم تهيئة ما وصف بالمناخ الملائم من خلال عملية وقف التفاوض. ما هي أهم التفاصيل والمعلومات المتوفرة لديك أحمد بشأن هذه الهدنة؟ صباح الخير ريهام، تحياتي. نعم، بالإضافة إلى ما ذكرته ما يحدث الآن هو اجتماعات بينية تحدث على التوازي بين القوى الوطنية المختلفة من أجل التوصل إلى حلول للخروج من الأزمة والعودة مرة أخرى إلى استكمال التفاوض، تفاوض القوى الوطنية مع المجلس العسكري الانتقالي. وكما ذكرت كان يعني رئيس المجلس العسكري الوطني الانتقالي قد أصدر بيانا صباح اليوم على التلفزيون السوداني، يعني انتقد فيه ما وصفه بالاستفزاز المباشر والإساءة البالغة لقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كما انتقد أيضا التصعيد الإعلامي واللهجة العدائية التحريضية الغير مبررة على حد وصفه ضد القوات المسلحة. كما تحدث في البيان عن توسيع دائرة الاعتصام بإغلاق بعض الشوارع الأخرى وبعض الجسور المؤدية إلى ميدان الاعتصام، وبالتالي مؤدية إلى القيادة، قيادة الجيش السوداني الوطني، وأيضا هذه قطع خط السكة الحديد الذي يمد الولايات المختلفة بالإمدادات التموينية واللوجستية. كانت هذه مبررات لتعليق الاعتصام لمدة 72 ساعة، أحد أهم القرارات التي يعني كان أبرزها إزالة المتاريس من منطقة ساحة الاعتصام وفتح خط السكة الحديد ووقف التصعيد الإعلامي واللهجة العدائية وعدم استفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. كما ناشد رئيس المجلس المواطنين السودانيين في ساحة ميدان الاعتصام وغيرها من بالتمسك
بالثورة ويعني وفاء للشهداء. هذا ما تم منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم. يعني بالفعل كانت المفاوضات تسير بشكل جيد حتى المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس والذي تحددت فيه بعض النقاط التي تحدد أو ترسم ملامح الفترة الانتقالية، ربما كان من أبرزها كما ذكرت هي مدة الثلاثة سنوات، هي مدة المرحلة الانتقالية والتي تخصصت منها الستة أشهر الأولى من أجل توقيع اتفاقيات سلام بين القوى الوطنية المختلفة في السودان و لما الشمل السوداني، كما ايضا تم تخصيص عدد او نسبة 67% من تشكيل المجلس التشريعي من اعضاء قوى الحرية والتغيير و33% الاخرى من بين القوى الوطنية الاخرى التي لم توقع على الاعلان من اجل احتواء هذه القوى الوطنية ايضا في اللحمة والنسيج الوطني السوداني. يعني الميدان حتى هذه اللحظة اهدى بكثير من الامس عقب يعني بيان القوات المسلحة عقب بيان المجلس العسكري. أصدرت كما ذكرت قوى الحرية والتغيير بيانها، والآن تجري كما ذكرت هذه المفاوضات في بعض الأماكن المختلفة والغرف المغلقة وداخل وخارج ميدان الاعتصام، تجري على التوازي هذه المفاوضات والاجتماعات من أجل الوصول لحلول إلى الأزمة والعودة إلى الاتفاق والتوافق مرة أخرى. أحمد، يعني أستثمر وجودك في ساحة الأحداث في السودان في الخرطوم والعالم يتابع الموقف هناك، وأعود بك إلى ساحة الاعتصام وليلة الاثنين. ما الذي حدث أحمد من المعلومات التي توفرت لديك يعني من المتابعة؟ يعني وفق البيانات الرسمية للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن هناك عناصر مسلحة تسللت إلى ساحة الاعتصام. هذه العناصر كما ذكر في البيان أيضا كانت لا تستهدف فقط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولكنها أيضا استهدفت الثوار أنفسهم والبعض الشباب. يعني بطبيعة الحال كان الهدف من هذه العناصر أو من تواجد هذه العناصر على هذا النحو هو إثارة البلبلة وإجهاض التوافق الذي توصل إليها التفاوض، عمليات التفاوض بين الأطراف. يعني هذا أيضا ما حدث به شهود عيان من داخل وخارج الميدان أن هذه الأفراد أو هذه العناصر لم تكن تنتمي لأي طرف من الأطراف التي يعني يقوم على أساسها أو بينها التفاوض. فبطبيعة الحال هذه العناصر كما ذكر تحديدا في البيان أو وصفت بأنها عناصر مندسة أو جهات مندسة تبغي فقط إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي تم التوصل إليه منذ بداية المفاوضات. شكرا جزيلا أحمد عبد الرازق، موفد إكسترا نيوز بالعاصمة السودانية الخرطوم. شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه المتابعة. نتواصل معك أحمد بالتأكيد عبر الساعات القادمة لمعرفة المزيد.